موجودة. ايه دكتورنا، ايه ظاهر الملف؟ طيب على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعله من التوافقات أنه قد تكون آخر محاضرة مع آخر يوم من آخر العام الميلادي. نسأل الله لنا ولكم أن تكون أيامه والأيام جميعا لنا ولكم خير وبركة ونفع، وتعود الأيام على الجميع بالخير والأمن وال يعني النفع، نفعكم الله ونفع بكم. مثل ما حكينا واستعرضنا مع من بداية المشوار بعلم الأورام الجزيئي وما وصلنا إليه بعد يعني أن تحدثنا على تاريخيا ووبائيا وتعريفيا، وتكلمنا عن أورام حسب الشيوع أو الانتشار، وأخذنا أمثلة، وبعدين تكلمنا بالعلاجات الشعاعية والكيماوية. وكان الموضوع عنكم أنه كما بعد يعني بعد بعد ما تم الحديث عن أمثلة وبعدين العلاجات ومسمى عودة لسرطان البروستات والرئة والواسمات. بالنسبة للبروستات هو من أشياء الأورام للأسف عند الرجال تقريبا 25% ويشهد ازدياد. ثاني سبب الوفاة بالنسبة للأورام يعني بعد سرطان الرئة يعني تشريحيا في عنا المنطقة المركزية والمنطقة المحيطية بالبروستات اللي هي غدة تحيط بمخرج البول والعضو البولي والتناسلي الذكري، ومثل ما قلنا تشريحي من فصين وبرزخ، وهي تحيط بالأحليل اللي هو مخرج مثل ما قلنا البول ومخرج السائل التناسلي. تمام. عادة يعني معظم الأورام بتكون بالمنطقة المحيطية، وسبعين تقريبا يعني كانت 70% محيطية وعشرين بالمئة المنطقة المركزية. المحيطية يعني المركز يعني اللي من جوا ما بتكون غازية، المحيطية من برا أقرب للخارج، وبالتالي يعني بتمشي إنه تكون يعني أكثر ميل للغزو والانتشار. قلنا أسباب ما حدا بيعرف الأورام بشكل عام، بس في شيء اسمه ريسك فاكتور، عوامل اللي بتزيد نسبة الإصابة، وهذا البروستات مثل يمشي مع الاتجاه العام للأورامي اللي هو إنه اصطياد الأعمار المتقدمة. هذا الشيء الأغلب بالأورام بشكل عام، ومنا البروستات يعني 60 فما فوق. بالنسبة للعرق، العرق الأسود هو الأكثر إصابة طبعا إذا في قصة عائلية عند الأب العم الأخ خصوصا من درجة أولى في قصة أمر وراثية. طبعا ازدياد البي ام اي البادي ماس اندكس المشار الكتلة، كتلة الجسم بيزيد من احتمال الإصابة. يعني عوامل البيئية هي الحياة الغير صحية، يعني هي بتلاقوها كتلة مشتركة يعني باكيج وين ما كان، بدنا أزياء سمنة مع قلة نشاط دائما. هدول طبعا هدول بيلحقون الغذاء الغير صحي اللي هو كسرة اللحوم وقلة الألياف. قلة الألياف يعني قلة الخضار الفاضي، هدول بتلاقوهم باكيج مع بعض. يعني عوامل خطورة لأورام ولغير أورام ولكل الأمراض للأسف، فما يعني ما بتجد صعوبة بتذكرهم.
طيب شو ممكن يجي مريض البروستات بما انه عم نقول انه من اشعه الاورام وانه بدنا ناخذ عليه فكره وكاطباء عامين ممكن مثله مثل غيره انه ما يكون اصلا دون اعراض خصوصا مراحل مبكره. طيب هلا قد يكون اعراض غير نوعيه من تشريحيا بالتفكيك مو انه هو غده هي عم تحيط بالاحليل والاحليل هو مخرج البول ممكن بقى اذا صار في ورام صار في ضغط ميكانيكيا يعمل اعراض فانه تناقص الرشقه البولي تعدد البيلات عدم الشعور بعدم افراغ المسالة بشكل كامل. طبعا بيدخل بقى موضوع انه يدخل دم على البول خصوصا كل ما تقدم الامر. هلا اذا عم نحكي على ورم بحد ذاته اما اذا وصلنا لمرحله انه ورم مع انتقالات هلا على حسب الانتقالات بيصير بقى عندي ممكن لا سمح الله اعراض اذا اجى مراحل متقدمه. وللاسف العظام من اشيع مناطق نقاء السرطان البروستات بالتالي ممكن بمراحل متقدمه يجي بالام عظميه احيانا انضغاط اعصاب طبعا الاعراض البوليه واحيانا البرازيه لانه بالمنطقه هو يجاور الجهاز البولي ومن الخلف موضوع المستقيم. طيب هلا صحيح نحن عم نحكي على الورم الخبيث ولكن هذا ما بيمنع انه احيانا قد يكون في ضخامات سليمه مو كل ضخامه يعني بتصير بالبروستات معناتها هي ورم خبيث. بس طبعا مجرد انه يكون في عندي اعراض او في يكون عندي ضخامه معناتها لازم ننفي انه تكون هي الضخامه خبيثه وخصوصا اذا صار عندي موضوع بيلة دمويه يعني دم مع البول لازم اني اقول انه هو ورم خبيث حتى يثبت العكس معناتها لازم اني انفي. طبعا هو مو مشخص لانه قلنا نحن نو ميت نو تريت صارت قاعده عندنا لتشخيص السرطان الورم الخبيث لازم خزع ولازم نسيج بالتحليل ولكن عم نحكي انه شغلات يلي ليش عم نحكي انه نحكي عم نوجه الكلام لاطباء عالميين يعني هذا الكلام اللي مراد منه المسج الرساله للطبيب العام اللي يتخرج يعني يكون سيف فيزيشن انه لو مرت عليك هاي الاعراض ما لازم تحملها بجوز اللي انا كنت طبيب ما لي علاقه طبيب عظميه مثلا طبيب اذى انف واذن حجره شو دخلني اذا اجى مريض عم يقول لي عنده دم بالبول هون الكلام بقى ليش انه لازم فكره عاميه عن الامور اساسيه لانه لما تكون ان شاء الله انت طبيب جلديه وانت اجاك هو عم يقول لك مثلا عندك تحسس او عنده شغله بسيطه او شغله تجميليه ان شاء الله وانت بتعمل له المقاربه اللي بكره بتشوفوها وكذا المقاربه المنهجيه انه لازم الواحد يعمل استعراض بالاجهزه ويسال بشكل عام فهيك قال لك والله احيانا عم شوف دم بالبول. لما تسمع دم بالبول هي ما ايه انت بقى اللي مو دارس مو عارف ماله مثلا بيمر الموضوع بيمشي فيه ولا كانه شيء صار ايه طيب نحن خلينا بموضوعنا خلينا بسيط ايه شو عم تقلي شبه وطالع لك حب شباب مثلا لا انت تسمع كلمه دم بالبول بتعرف بقى انه هاي شغلات هي ما بينسكت يعني ما بتتمرر بتقول له هذا معناته بتحتاج استقصاء وقد يكون الامر يعني هلا مو هو مشخص 100% بس لازم تنفي مجرد انه صار عندك بعض هاي الاعراض والعلامات الخطيره معناته ما لازم انه يهدى الممارس الصحي حتى ينفي هذا السبب الخبيث وساعات بتاكد بتحض المريض انه لازم يراجع. اذا الدم بالبول موضوع الدخان هذا بكل عرس موجود وخصوصا بالاورام وخصوصا عند الرجال. هلا من بعض الاشياء المميز انه الورم بالبروستات انه بطيء ليس سريع بموضوع انه وبالتالي ممكن يكشف ولو انه كشف في المراحل المبكره ف يعني نسب شفاء او عالي ومعدل بقاء يعني عالي على 5 سنوات. البي اس اي هو من الواسمات الورميه اللي حنشوف حنحكي فيها وشو يعني واسمات ورميه انه هي ايش بتكون بتفيد بمتابعه قد ما هي ليست مشخصه ولكن لانه غير نوعيه في كثير اسباب لارتفاع الواسمات الورميه لكن ارتفاعها كمان من عوامل المشيره للموضوع
ولما بيرتفع وأنا وبعدين بيصير تشخيص يعني شخص وأخذوا زعو شخص وصدام بروستات بقى وهو مرتفع بقى بيصير لما يصير علاج بيصير يتابعه من خلاله لأنه عادة بيترافق مع بعد مع العلاج إنه بيصير بينخفض مع الزمن وهذا بيصير يعني عامل مفيد لمراقبة العلاج. إذن إلنا إذا كان موضع البقية أكثر من سنوات يعني نتائج ممتازة، أما إذا كان منتشر يعني طبعا بصير البقية بنسبة أقل. طبعا كنا حكينا على موضوع الجريدينج والستيجينج، والستيجينج اللي هو المرحلة السريرية تبع نظام التيومر نودز والميتس، أما الجريدينج فهو يتعلق بشذوذ الخلية بمدى شذوذ الخلية السرطانية كل ما كانت يعني أكثر شذوذا كل ما كانت أكثر خباثة وأكثر شراسة. وهون نفس الشيء ورم البروستات سرطان البروستات مثل بقية الأورام لازم بعد التشخيص بعد الخزعة إنه تحديد المرحلة وتحديد الجريد الستيجينج والجريدينج. هلا في يعني مشان دائما بيحطوا أمور سكيلز سلالم لتحديد الاستعانة فيها بتحديد الدرجات، يعني مثلا هذا بيسون مشان تصنيف درجة الخباثة إنه بياخد عدة اعتبارات، إنه طبعا بتقولوا إنه هذا الجريدينج يتعلق بدرجة الخباثة شو يعني، يعني عدد الانقسامات، الانقسامات يعني الخلايا كل ما كانت انقسامات أكثر كل ما كانت يعني أشد خباثة، طبيعة الانقسامات، أشكال النواة الشاذة، أشكال السيتوبلازما وشو لزاج جدار الخلية. إذن هذا كله بيأثر على الإنذار النسيجي. هلا مين النوع النسيجي الأشيع بسرطان البروستات؟ هو الأدينوكارسينوما، يعني 95% من البروستات كانسر هو أدينوكارسينوما. طبعا هذا من 10، هو جليسون هذا من 10. طيب شلون بنقرأ لو إجاني درجة جليسون؟ يعني إذا كان 2-4 معناته جيد تمايز، 5-7 متوسط تمايز، 8-10 سيء التمايز. طبعا كل ما نزل التمايز كل ما صار التمايز أكثر سوءا يعني أكثر خباثة وأكثر شراسة. نعم. طيب شلون بتشخص هذا السرطان البروستات؟ إجا رجال وإلنا فوق الستين وعنده عوامل خطورة وفي أعراض بولية وطبعا تقطيش بالبول وعدم إفراغ ودم بالبول، طيب هذا كله عوامل مشيرة. طيب شلون التشخيص؟ سريريا في شيء اسمه المس السري كتير مهم، يعني الريكتال يعني إكزامينيشن، لأنه بيشعر بصلابة قساوة البروستات، ويعني هذا بيرجح انه معناته في ورم واغلب انه يكون خبيث. هلا هذا معناته لما يكون عندي اعراض وبالمس في قساوة معناته خلص انا عرفت انه عندي كتلة. هلا ممكن اعمل تحليل البي اس اي اللي هو واسم وروي، ان الواسمات الورمية فائدتها انه بتساعد ولكنها غير نوعية، لانه مو يعني اذا مرتفع البي اس اي معناته خلص انا عندي بروستيت كانسر، لا، لانه في اسباب ثانيه ترفع، ولكن هو موجه يعني عندي مس شرجي بعدين بي اس اي مرتفع. هلا صار في كلمة هون صار معناته بدون ما زال لقينا كتلة مرتفع عليها البي اس اي، معناته لازم من ناخذ من خزعه وعاده بيكون موجهه اما عن طريق الايكو او عن طريق الام ار اي عشان يكون عندي ان ايش ميت نو ميت نو تري. طيب شو هذا البي اس اي الواسم الورمي اللي هلا حنكمل، وليش حناخذ هيك فكره عامه على الواسمات الورميه؟ ما فكره عامه ليش؟ لانه الطبيب العام حتمر معه واسمات ورميه، لانه بجوز هو يكون مو هذا مثل هذا المثال اللي حكيناه، لو بكره انتم مثلا بهي المناطق اللي عم تخدموا فيها ان شاء الله قد يكون مثلا اخصائي ممكن متوفرين، بقى انت بتساوي مطلوب منك الشيء العام، والله شفت انت دم بالبول تعرف انه تطلب الواسم ورمي مشان الوقت، عمره مريضك عمره 60 سنه وعم بيقول لك عنده دم بالبول، سواء سويت له مسجري او ما سويت له، انت اذا باختصاصك على الاقل بتطلب له البي اس اي
وبتبعته لعند المختص إذا كان بنفس المنطقة اللي أنت فيها في مختص أو بيجوز لحتى يروح على المكان الثاني بقى مشان توفر الوقت، من هم ما يوصل عند الدكتور المختص والله بيجي وبيجي ويروح معه البي اس اي بيعرف والله هذا اللي حوله هذا الدكتور فهمان صحيح مو اختصاصه، بس هذا والله كان لما كان طبيب عام أنا تعرف الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة ووفر على هذا المريض وقت، لأنه بتعرف مريض الورم كل يوم قد يعني بالنسبة له شيء كثير. إذا هي ميزة إنه الواسمات الورمية إنه هي شو بتعزز الاحتمال، فهذا إذا طلع عنده مرتفع هي زادت احتمالات إنه هذا اللي عندي ما تغني عن الخزعة ولكن تزيد الاحتمال، وغير إنه زادت الاحتمال إلا لما يتشخص بيصير قيمته كتير مهمة، لأنه لما يعالج بقى هذا الأخصائي تبع الورم حيتابع هذا الواسم الورمي، كل ما نزل الواسم الورمي هذا مشعر جيد انه نحن ماشيين بالعلاج بالشكل السليم، ولو رجع ارتفع بعد ما نزل هون كمان بيكون علامة على النكس، وهذا باختصار موضوع الواسمات الورمية. طبعا مو شرط نحفظ الارقام لانه هاي الارقام تبع عاده بتيجي بالتحليل مع المختبر، وكل مختبر لانه بيكون عنده قيم طبيعيه مختلفه، بس الفكره بالواسمات الورمية انه بتكون عاده وبالاورام مرتفعه بشكل عالي، يعني قديش الطبيعي اللي بعث لك اياه المختبر بتكون اضعاف منه، ومثل ما قلنا ميزته بعدين بعد ما تشخص والعلاج انه بتتابع قديش كانت بالبدايه، ولنفرض كانت 1000 مثلا، والله بعد العمل الجراحي نزلت صارت مثلا 100 أو صارت 80 مع العلاج الشعاعي الكيماوي عم تنزل معناتها جيد، عم تتابع خلص وخلص العلاج عم تتابع وبس للإطمئنان للمريض كانت نازلة أو مستقرة، بعدين مرقتها غير ارتفعت صارت 200 300، هذا بحد ذاته بيعطيك فكرة أنه لا سمح الله أنه هذا المريض عم ينكس أو في عنده احتمال نكس. طيب إذن هذا بالنسبة للواسم الورمي اللي عم نحكي عليه هلأ بموضوعنا البروستات. طيب غير ساوينا المس الشرجي وساوينا البي اس اي واخدنا خزعة بالإيكو أو بالرنين المغناطيسي، شو كمان بيهمنا مشان نعمل الستيجي مشان نعرف المرحلة؟ بدنا نعمل سي تي سكان على الطبقة المحوري للحوض والبطن لأنه نشوف فيه انتقالات ولا لا، أو ممكن رنين مغناطيسي للحوض صورة صدر مشان الانتقالات، ومضام العظام كتير مهم لأنه للأسف سرطان البروستات بحب العظام وانتشاراته من أشياء الأماكن إلى العظام، ولازم نساوي بي اس اي لأنه حتى لو طب ليش نعمل بي اس اي مجال شخصنا من نحن بنعمل له بي اس اي لأنه هذا بيفيدنا بمتابعة العلاج. إذن أما البي تي سكامه كتير مهم لأنه هلا شو عوامل الإنذار؟ إنه كل اللي بيأثر على الإنذار مثله مثل هي الأفكار عامة بكل سنة. درجة جليسون يعني درجة الخباسة، مستوى بي اس اي طبعا كل ما ارتفع إنه معناته هذا بيدل إنه أنا عندي قدام إنذار أكثر خطورة. مثل ما الموسم الورمي انه عادة يراقب كل فترة، مثل هون عندنا بهذا حالة البروستات، يعني طبعا مريض الورم مو يعني اذا حتى لو شخصته وحتى لو انه بالمراحل المبكرة وحتى سارت له علاج وكان يعني استئصال والاعتقاد انه ما في انتقالات ما في شيء، هذا ما انتهى الموضوع. كل مريض اورام بعد العلاج حتى لو كان العلاج شافي وكله تمام لازم يراجع على الاقل كل 3 شهور، ومثل هذا المريض مريض البروستات لازم كل 3 شهور راجع وأقل ما هناك بتعمل له بي اس اي كل 3 شهور ومشان نشوف لا سمح الله إن في نكس ولا لا. طيب المراحل شلون بيسموها؟ مثل كل الأورام 1 معناته إذا الورم فقط بالبروستات، وبتعرفوا 2 بنقول إنه بنفس المكان بس حجمه أكبر، 3 طلع معناتها من محفظة البروستات بيقسموه 3A و3B، 3B إذا وصل للحويصلات المنوية، بينما A ما بيكون لسه وصل للحويصلات المنوية. 4 معناتها إيش؟ راح لمناطق أخرى، يعني مستقيم عقد المفاوية، عظام
أو كبد. إذن العقد اللمفاوي مجرد أنه في عقد لمفاوي صارت ميتس، يعني تعتبر مع الانتقالات ومع العقد. طب شو علاجه؟ كمان إلا بنرجع نفس الكلام عن كل الأورام، العلاج ما هو كلمة بسيطة بالنسبة للأورام، موضوع معقد لأنه عندي جراحة وشعاع وكيما. طب كيف بيتأدى كيف هذا بيقرروا إلا بيجتمعوا الجراحة مع أطباء العلاج الكيماوي مع الشعاعي وبيعملوا تيومر بورد ويجيبوا هذا المريض ويشوفوا العوامل كلها، شوفوا قديش عمره، شو عنده أمراض، شلون إلا درجة نشاطه، مستواه الصحي، قلبه، سكر، ضغط، قديش نسبة الستيجينج عنده، الجريدينج، الخباسة، الإمكانيات المتوفرة، وبيحدد إذن يعتمد على الجريد، على عمر المريض وعلى مستوى الـ BSA. طب شو الخيارات؟ طبعا على حسب المرحلة، ممكن جراحة جذرية في أشعة، في طبعا بالبروستات عندنا مثل العنق الرحم إذا بتتذكروا، في خارجي الأشعة ممكن تكون خارجي ممكن تكون داخلية وممكن يكون مع بعض، وفي كيما وفي هرموني. شايفين كل هاي الخيارات، كل هاي يعني أمور معقدة. أكيد لا نحن ولا أنتو يعني حنقول إن والله نحن حنعالج، نحن على حد خطف عالج، نحن بس بناخد فكرة عن الطرق العلاج المتاحة، ولكن كل مريض بحد ذاته له. طب شو هذا الكوري؟ إن لازم نعرف إنه العلاج الكوري نسبة لهدون نسبة البيير وماري كوري، إنه شو هذا مثل عنق الرحم بيدخل منبع الأشعة لجوا، مو إنه جهاز الأشعة من برا. في له جهاز علاج خارجي، ولكن لازم نعمل بروستات، ممكن خارجي ممكن داخلي ممكن الاثنين معا. الجراحة طبعا مراحل باكرة، والمريض إذا صحته جيدة بتحمل جراحة، لأنه جراحة كبيرة جراحة جذرية، ممكن أنتو نعمل استئصال جذري. وعادة إذا صار استئصال جذري المفروض أن البي إس إيه يكون سلبي تماما بعد الجراحة. إذا كان لا ما صار سلبي، أنا يا صار استئصال غير تام، يا في عندي قائل ورمية، وإن الفولو أب كل 3 شهور. طبعا الجراحة مو جراحة سهلة، جراحة كبيرة جذرية وإلى اختلاطات، ممكن من اختلاطات السلس البولي، طبعا بتأثر على الوظيفة الجنسية وقد تعمل سلس كمان برازي. وهذا يعني تراوح بسبب حسب الجراحة والمركز وبشكل عام. طيب الأشعة مثل ما قلنا الشعاعي في خارجي وفي داخلي، هذا اللي المفروض تعرفه. طبعا حكينا على اختلافات المعالجة الخارجية لأنه حتأثر على المنطقة، شو في عندي المنطقة، في عندي مثاني معناته ممكن في عندي حوالي مثاني حوالي على أمعاء ومستقيم، ممكن تعمل لي التهابات، ممكن سلس بولي سلس برازي، ممكن طبعا عنانة تأثر على الوظيفة الجنسية. إذن عادة ممكن العلاج الشعاعي ممكن إنه تأثيرات الجانبية تكون ردودة، ممكن جراحة لو انقطع عصب انقطع شيء قد يكون غير ردودي. تمام. إذن طيب شلون الخيارات بيناتهم؟ إلا على حسب وضع المريض، يعني ممكن يكون جراحة ويكون الشعاعي والكيماوي بشكل مرمم متمم، ولكن طيب لو المريض ما بيستحمل جراحة ممكن يكون العلاج الشعاعي هو الأساس، وخصوصا مثل ما قلنا إذا المريض ما بيستحمل جراحة، متقدم بالسن، رافض للجراحة، عنده قلب وسكر وضغط وقلبه ما بيتحمل. طيب معناتها هلا هون كمان بسرطان البروستات من السرطانات اللي أثر بالهرمون، إنها البروستات هي مهمة بالوظيفة بجهاز التناسل الذكري وبتعتمد على هرمون التستوستيرون، وبالتالي أورامها معتمدة على هرمون التستوستيرون، ولذلك العلاج الهرموني مفيد فيها. شلون يعني؟ طبعا ببديهيا إنه تثبيط من خلال تثبيط إفراز التستوستيرون من الخصية والكظر. إذا كمان الطبيب العام بيعرف إنه في شيء اسمه علاج هرموني
سرطان البروستات لأنه مرتبط بالتستوستيرون، يعني معاكس التستوستيرون بتفيد بالعلاج. ونفس الكلام، هل طيب هي لحالة؟ لا، نفس الكلام كمان، عندي جراحة وعندي أشعة وعندي كيماوي وعندي هرموني. طيب مين بياخد مين ما بياخد؟ هذا إنه بيرجع لحسب العمر والطبيعة وبالتحليل النسيجي بيجي قديش فيه تأثر الهرموني مواسمات هرمونية وما إلى ذلك، وإلنا بتقرر على أساسه للسيطرة على التستوستيرون القصي، سيطرة يا مركزية يا محيطية. لأنه مين اللي بيخلي التستوستيرون؟ طبعا بيجي من الوطاء للنخامة الـ HRH، للنخامة بيعطي الـ H الخصية اللي بتعطي التستوستيرون، وبالتالي ممكن الأدوية تكون إما عن طريق تأثير محيط مركزي اللي هي الـ HRH agonist مثل الزوردكس واللوبون تحقن، أو ممكن محيطية. هو ليش إني شو يساعي بقى؟ طبعا بيأثروا عليه، بيعاكسوا عمله، وهذا اللي بيخلي إنه تصفيد إفراز التستوستيرون. هذا اللي حكينا المركزي، وممكن إنه السيطرة المحيطية من خلال إيش؟ المضادات الأندروجين، وهي عن طريق إغلاق المستقبلات على الخصية، وبالتالي سيطر على التستوستيرون المحيط الإفراز من الخصية ومن الكظة. نعم. طبعا تأثيرات جانبية للعلاجات الهرمونية، يعني أكيد أثر على الوظيفة الجنسية، على سواء الرغبة أو على موضوع الانتصاب، زيادة وزن، تعب. المهم نحن طبعا لما نكون عم نحكي على يعني أعمار متقدمة بالسن وبالأمور الثانية، قد يعني هي ما تكون هي التأثيرات الأكبر الهم، بس المهم إن نحن نكون عارفين شو مبدأ موضوع العلاج الهرموني. طيب في علاج كيماوي؟ هل في علاج كيماوي لل نعم طبعا في علاج كيماوي كمان، في داكسان، ويعطى خصوصا في مراحل متقدمة ما مش حاجة للعلاجات الهرمونية، وكل فائدة. وأيضا المرض يعتمد على حسب الوضع المريض ومرحلته والستيج والجريد، تشارك الجراح مع الكيموثيرابي مع الراديوثيرابي وكذا، وهدول اللي بيقرروا. ولكن نحن وظيفتنا نعرف انه في شيء اسمه علاج كيماوي، عندنا اذا جراحة وعندنا علاج كيماوي وعندنا علاج هرموني. طيب مازال عم بتقولوا انه هذا الورم وهال شيوع وهالتأثير هذا ما كان باكر وحصلت في شيء، في كشف باكر مثل ما حكينا بالثدي ماموغرام، ثدي عند النساء. طب هذا البروستات عند الرجال في لهم كشف باكر وما عندهم شوكة؟ طبعا لما بقول كشف باكر سكرينينج تيست، معناته المريض ما بيشتكي من شيء. لو اشتكى من شيء ما عاد اسمه. طب هذا بيشتكي من ما بيشتكي من شيء، قال ممكن شغلتين، في البي اس اي وفي الريكتال اكزامينيشن، يعني ممكن مس شرجي والبي اس اي. اذا التوصيات انه السكرينينج هذا يبدا من في سن ال 45، احدهما او كلاهما، يا بيعمل بي اس اي، وطبعا اذا يعني اذا طلع عالي ممكن يعمل الاثنين مع بعض، بي اس اي والديجيتال ريكتال اكزامينيشن على حسب نتائجه، يا من بين سنه وسنتين او كل سنتين لاربعه. تمام، يعني طبعا بنبدا من 45 وايش لل 75 سنه. هلا مجرد انه عملنا ديجيتال اكزامينيشن لقينا في قساوه،
خلاص ما عاد مباشرة على الخزام. وهذا ميزة السكرينينج. السكرينينج مو مشخص، ولكن أنا مشان ما أعمل خزعة لكل المرضى فوق 45، وخزعة يعني شغلة عادية بيسموه انفيزيف انترفينشن، يعني إجراء غازي. لا، أنا بعمل أول شيء سكرينينج في بي إس إيه وفي الفحص المس الأسبوعي. يلي بلاقي عنده قساوة وهذا شيء غير طبيعي، هدول اللي بحولون على الخزعة فورا. وإلنا البي إس إيه يعني عم نعيد لموضوع الواسمات الورمية، وهذا فكرة مهمة عن الواسمات. يعني صار لازم خلاص تكونوا استوعبتوا أن الواسمات الورمية هي صحيح اسمها واسمات ورمية، بس لكن ليست تشخيصية. ليش؟ لأن ليست نوعية، يعني ترتفع لأسباب كثيرة، ليس فقط بالأورام، لكن أحد أسباب ارتفاعه هو الأورام. وبالتالي لما يكون أنا عندي شك سريري في أعراض في علامات وعملت الواسم الورمي، إذن هو بيكون جزء من هذا التقييم، وإلنا أهميته مو لهلأ، أهميته لبعد العلاج ومتابعة العلاج وتأكد من إنه العلاج تم، تأكد من عدم النقص. لأنه مثل هذا البي إس إيه بيرتفع بالالتهاب، بالالتهاب بيرتفع مو بس بورام البروستات، يعني إذا البروستات منتهي تقدم نعمل بيرفع ضخام السني بيرفع عند القذف بيرتفع. إذن هذا مشان نفهم شو قصة الواسمات الورمية، وهلأ هنكمل عليه. طيب، يعني هي الفكرة المطلوبة بالنسبة للبروستيت كانسر. طيب، وبالنسبة لللنج كانسر شو الترتيب؟ أيضا عوامل خطورة مشهورة، خصوصا الرئة. يعني إذا التدخين بالبروستات اللي دور، فما بالكم بالرئة اللي هو عم يفوت عليها أصلا، وبيفوت عليها مو بس المدخن، المدخن للأسف السلبي أيضا. مشان هيك يعني نسأل الله أن لكم العفو والعافية والحفظ والسلام. يعني اللي عم يدخن ويفكر إنه هو إذا يقول أنا مسائل عن حالي، مع إنه هو ما بيحسن هذا، يقول لأن جسم الإنسان ليس ملكه، وإنما هو مؤتمن عليه ومحاسب، ومن باب أولى إنه هو إذا أثر على غيره، ويعني اللي جاره لا يأمن بواقعه، وأقرب الجيران زوجة الرجل، أهله، أولاده، إذا عم يدخن هو عم يأثر على غيره، قد يكون يسبب لهم أورام. إذا التدخين السلبي تلوث الهواء، المواد الكيماوية هذول بيشتغلوا معامل البوريا، معامل الدهان، معامل الاسبستوز، هذا التعرض للأشعة طبعا، وإذا في عوامل وراثية. اللنج كانسر سرطان الرئة له نوعين نسيجيين أساسيين، صغير الخلايا وغير صغير الخلايا. غير صغير الخلايا هو الأكثر 80%، صغير الخلايا هو 20%. طب غير صغير شو يعني؟ يا كارسينوما غدية، يا كارسينوما شاك خلايا، يا كبير خلايا. صغير الخلايا 20%، طبعا يا بيكون محدود يا بيكون واسع بتصنيف. هذا شو الأعراض؟ طبعا من الشائع جدا إنه مشاكل بالرئة، يعني تتعلق بأعراض الجهاز نفسه. يعني شو بده يكون؟ الغير نوعية السعال. آه بس يعني طيب أكيد يعني السعال مستمر متكرر، وخصوصا إذا معنا في الدم من السعال يجوز يسكر الواحد اللي عنده التهاب عصبات، بس نفس الدم ما لازم تمرق. بالتالي أنت كطبيب عام، وإن شاء الله كنت باختصاص نسائي بولي عظمي واحد، كمثل نرجع نقول نفس الكلام، إذا عندك شكوى تانية ما لها علاقة، عم يقول عنده أو عنده سعال وعم يقول لك عم يطلع مع السعال دم، كمان ما بصير أنا أكمله لك إنه خلينا، طب خلينا موضوعنا. يعني ما في شيء اسمه نفس دم فيزيولوجي أو يعني هيك عادي،
يلا يمكن برشه، او يمكن عندك قريب، او يمكن عندك التهاب عصبات، كلمه انه دم مع يعني الاعراض او العلامات مثل ما شفنا بالبروستات بالبول او مثل ما هون مع السعال مع القشع، وجود دم او وجود حدود دمويه او مفتزات دمويه لازم تشغل الانذار، لازم تعطي الارم تشغل الضوء الاحمر. ما معناته ما بسيتهدي وتطمن المريض انه لحتى تروح تراجع المختصين، ولازم تشوف وتستقصي وتفهموا انه هذا الموضوع ما لازم ينام عليه لحتى يتاكد انه ما في ينفي هذا السبب الخطير او الخبيث. سن نفس الدم عسل التنفس وزيب الباقي هي اعراض يعني اعراض صدية بشكل عام وعزيز. طبعا تعرفوا انه الاورام بشكل عام تعمل نقص وزن، يعني بيجي المريض تميز بانه نقص وزن كبير وخلال فترة قصيرة. طبعا كمان واحد اذا عنده التهاب اصابع متقرر يعني كل الدنيا شايف انه بصير الواحد معه مره مرتين، اما اذا واحد ما في يعني 5-6 مرات عم يكون في سبب معناته هذا عم يصير على شيء لازم الم صدري. يعني ممكن هذا خصوصا مع تقدم بالسن المرحله السريريه يعني. الغير صغير الخلايا انه 80% كمان عندنا تصنيف الدوت ستيجين حسب نظام تنقيم. حتى الستيجين بشكل مفصل كمان كطبيب عام مو شرط اني اعرف تفاصيل الستيجين وان اي وان بي وان سي، لانه هي حتكون حفظ بصم يا الله شو بدي اتذكر منه بعدين بالنسبه لكل الاورام. ولكن برجع بقول انا بيهمني الخطوط العريضه العامه، الامور الخطيره اللي لازم لما تمر على طبيب عام او تمر على طبيب باي اختصاص هون يكون في دور، لانه هو قد يكون اشاره منه او توجيه قد يساعد انقاذ حياه مريض. لكن هي الامور التفصيليه حتيجي بقى لما يروح عند المختص، اذا اختصيته ان شاء الله الله يختار أن يكون ما فيه الخير. إيه ساعات اللي بيختص بهذا الأمر بده يعرف هاي الأمور بالتفاصيل وحذافيرها. نفس الشيء الام طبعاً شو تيومر لوين رايح وحجمه ولوين ممتد، والعقد اللمفاوية قديش عنده عقد مصابة، والام عدد الميتاستاسيس هي اللي النقايل البعيدة ام زيرو لا يوجد نقائل، وإم واحد إم على حسب عدد النقائل. إذن نحن لما عم نحكي على سرطان نحن عم نحكي على السرطان للأسف نسأل الله لما يكون حفظ الزلان والعقب والعافية. السرطان الثاني من حيث الشيوع يعني بينافس وبئس المنافسة مع سرطان الثدي وسرطان عند النساء وسرطان البروستات عند الذكور وعالي الخطورة. بالذات اللي الرئة يعني البقية فيه والعلاج هنشوف يعني موضوع يعني لا يعتبر من الأسوأ الأورام وأكثر يعني خطورة وقلة بالبقية. طبعا التدخين يعني بعلاقة الأورام كلها خصوصا عنده علاقة وثيقة بسرطان الرئة وله ارتباط 100% مع صغير الخيال. إذا يعني إذا عندي سرطان طبعا عم نحكي حسب العلم والله يعني كل شيء بقدرة الله كل شيء بقدرة الله، ولكن على حسب الموجودات العلمية أو ما يعني توصل إليه إنه سرطان صغير الخلايا معناته هذا إنسان مدخن. ما بيجي سرطان صغير الخلايا مثل عند المدخنين. ممكن سرطان الرئة غير صغير الخلايا ممكن انه يكون عند غير المدخنين. طبعا كل ما زادت كمية التدخين كل ما زادت نسبة الإصابة. هلا هدول العاليين الخطورة صار في لازم لهم توصيات انه يعملوا سكرينينج وانه يعملون طبقي محوري صحي، انه هذا ما كان يشجع فيه لانه مكلف الطبقي المحوري
مكلف والطبق المحوري فيه له تأثير أشعة سينية يعني له آثار جانبية، ولكن بسبب هالخطورة العالية اللي عندهم صار في شيء اسمه لودوس كارت سكان اللي بيوصل إنه يعملوه إذا كارت كلينيك تيست. أما كتشخيص مثل ما إنه لا في أعراض، واحد مثلا تحولت كطبيب عم تحولت على طبيب صدري أو طبيب كذا، كتبت والله هذا مريض عنده نفس بالدم، عنده سعال مع قشر دوامي اللي نفي وجود خلايا وكذا، أو إذا عند الأخصائي طيب يعمل فحص سريري أبسط شيء بيبدأ سولة صدر تقريبا كويس الصدر بعدين بيتقل الأهم بقى اللي فيه التشخيص. طبعا هي كله حتى طلع لي كتلة، يجوز طلع لي الطبق المحوري طلع لي كتلة، بس كمان هي مش عير ولكن غير مشخصة. شو المشخص إنه بالدمية دومي نوتري، شلون الميت بالخزع، الخزع شو ما بتكون بالتنظيم، بقى لازم يعملوا المعتمد بعد ما يشوفوا كذا إذا فيه كتلة يروحوا بالتنظير يشوفوا وين الكتلة، يروح بياخذوا خزعة سواء الكتلة أو خزعة جيم أو تنظير المناسب. طبعا بعدين للانتقالات بيعملوا رنين مغناطيسي أيضا للدماغ لأنه ممكن يعمل انتقالات. علاج الرئة مثله مثل كل الأوراق، في جراحي في كيماوي في شعاعي. الجراحي غير صغير مراحل باكرة طبعا المراحل تقدمي وانت تعرف شو بدنا نعمل جراحي الصغير الخلايا بده مو بس باكرة مبكرة كمان يعني بيكون مرحلة فقط يعني جدا ولا أقل من 3 سنتي ما في عقد ما في شيء وهذا شيء قلي جدا. أما من هون إجا هاي بقى الأفكار اللي بده نعرف كاتب عامي بشكل عام إنه سرطان الرئة هو مو يلي هو غير جراحي إذا بشكل عام، لأنه مجرد في انتقالات صار مضاد لأنه أنت عم تحكي على عملية كل سرطان أقول عملية جراحية كبيرة، بس هون كمان مو بس كبيرة كبيرة جدا يعني أنت عم تحكي ده استئصال رئة ولا يعني إذا موضوع الجراحة يعني ما يعني غير ناجع في معظم الأحيان. وللأسف كمان من ميزاته سرطان الرئة أنه شديد الألم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والحفظ والسلام. بكون ألم حارق ضاغط شديد يعني بيضطروا يستخدموا مسكنات طبعا تبدأ من يعني الباراسيتام هو المسكن باراسيتامول وناستويدل هي يعني أقل الخط الأول للألم بشكل عام. طبعا حتى بدأوا فيهم بس يعني بيصيروا بعدت بكثير من الأحيان ما بيعود يكفي التربية أخذوا إيش الأفيون والترامودو والكودائين. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والموفين والرضا. من تأثيرات المسكنات يعني تأثير شعر الإمساكي مع الأمهات يعني إنه كويس إنه نعرفه. طبعا في علاج كيميائي ما إنه عم نقول مو هو العلاج الجراحي الأساس بقى الأعمال الأغلب، إذا في مركبات البلاكين في علاج شعاعي له دور كتير مهم بما إنه جراحة ما له دور، فبالتالي يزيد أهمية الكيميائي والشعاعي بأورام أدوية. طيب مثل ما حكينا إنه نحن وعدناكم و يعني مثل ما شفتوا الأمور التفصيلية بالأورام هي يعني محطوطة ك يعني كتكامل للموضوع، ولكن نحن مثل ما قلنا القاعدة العالمية بمناهج كلية الطب لطلاب الطب إنه في تخريج الجي بي جنرال فيزيشن جنرال براكتيشن يعني أنا عم خرج عم بعطي شهادة لطبيب يتخرج كطبيب عام وبعدين بقى بده يمارس أحد الاختصاصات، فأنا شو المفروض إنه يكون عندي معلومات عند الطبيب العام. إن شاء الله تكون هي الأفكار العامة اللي بالنسبة للأورام. هلا من الأفكار العامة اللي بدنا
نعرف أيضا موضوع الوسمات الورمية. هلا مهدنا لكم، صار عنكم فكرة شو هي المواد الوسمات الورمية، هنعرج هلا كمان بشكل عام عليها. هلا هي مواد تنتج من قبل الخلايا الطبيعية، ارتكاز الخلايا الورمية أو من الخلايا الورمية ذاتها. ممكن من وين تم نلاقيها؟ ممكن يكون الواحد عنده حبن عمله سائل بالبطن، عمله بزل، ممكن لقوه. ممكن سائل إذا عنده مي بالجنب بالرئة ممكن لقوه. بأنسجة الأنسجة المريضة، بالمصل، بالبول، بالسوائل بشكل عام، بالتحاليل، بالوسمات الورمية. إذن بشكل عام هي غير نوعية، قد تفرز من الأورام، وفي حالات الأورام في حالات غير الأورام. هي خلاص صارت واضحة. طيب ليش إلنا؟ عرفتوا ليش بنستفيد؟ لأنه هي بتكون مشعر، بيساعدنا على التوجه السريري، واحد. اثنين، الأهم من ذلك المتابعة، المتابعة بعد العلاج، مشان تعطيني فكرة بعد ما سويت علاج، سويت مثلا جراحة، سويت أشعة، سويت كيماوي، إذا كانت بعد وقت التشخيص مثلا مرتفعة، لازم إنه بعد ما عالجت سواء جراحة، أشعة، كيماوي وغيره، لازم شوف انخفاض. هي اثنين. ثلاثة، إنه على متابعة المريض بعدين، طب انخفضت وبعدين، هي لازم بقى أما تتم مستقرة سواء منخفضة أو صفر. إيه طب هلا بركي ردت ارتفعي؟ إيه لا، إذا ردت ارتفعي معناتها لازم قد تكون مؤشر على حدوث النكس، وبالتالي هي من أهم الأمور بالنسبة للوسمات. هلا كمان كطبيب عام بدي أعرف شو الوسمات. قلنا غير نوعية ماشي، بس في وسمات بترتفع ببعض الأورام، يعني مثل البروستات BSA، الكولون المستقيم CEA، الألفا فيتوبروتينين بالكبد CA19-9، البنكرياس C15-3، الثدي. هدول إذن لما بدي أطلب وسمات ورمية ببعض الأورام، طبعا مثل ما أنتم شايفين ليس كل الأورام لها وسمات ورمية، وإنما بعض الأورام يوجد لها وسمات ورمية، يعني ترتفع في بعض حالاتها. إذن لما بتحقق لي الشغلات اللي قلنا، إلنا بنستفيد منها، إلنا مثل ما قلنا الفوائد اللي حكيناها تماما، إنه كمؤشر سريري كدليل على إن العلاج أخذ أجراء، ولا سمح الله كمتابعة من أجل الإنذار والنكول. إذن وهذا مشان ترابه بالنكولس، بدك تكون أنت عندك البيز لاين. شو يعني بيز لاين؟ يعني بدك تعرف قديش كان قبل العلاج. ولنفرض بكرة أنت كطبيب عام وجاك واحد عامل علاج، مثلا عامل علاج للبروستات، وقال لك أنت بس كطبيب عام بشف لي البي اس اي مشان أشوف لي، مشان أتابع أنا، بدك تقول له ما بحسن فيدك، قديش كان قبل العلاج؟ يقول لك والله ما للأسف قبل العلاج ما سويته، ايه ما استفدنا شيء. مشان يفيد بالمتابعة بده يكون معروف البيز لاين تبعه، معروف قديش كان قبل العلاج. هذا من أهم مشان يحقق هاي الفائدة، وإلا ما بيعود له فائدة. ليس نوعية، خلاص صار الموضوع واضح بالنسبة لكم. وإذا مثل ما قلنا ما من الأرقام على حسب المختبر، هو المفروض يعطيني قديش الطبيعي، وأنا بالنسبة للطبيعي أعرف. هلا كمان يعني هن أيضا حكولكم بشكل أكثر تفصيل على كل واسم، ما في مشكلة نعرج يعني مرورا مع بعض. المهم أنا بيهمنا عرفتوا هاي الأفكار العامة اللي تنطبق على كل الواسمات الورمية. هلا البي اس اي خلاص بروستات، ينتج من قبل ذات البروستات. طبعا هو بشكل طبيعي المفروض يكون منخفض عند البالغين الذكور، وبيرتفع مو بس بأورام، بيرتفع التهاب بروستات، الضخامة السليمة
مجرد المس الشرجي بيرفعها. وكذلك عند الأورام نفس الكلام. إن المراقبة تأكيد من العلاج وموضوع النكش. أرقام ما في داعي نحن ما حنا إلا على حسب هيجينا على حسب المختبر ما في مشكلة. هذا ال BSA. CEA إن BSA بروستات. CEA هو عادة مرتبط بالكولون والمستقيم. بروتين سكري مرتبط بظهارة الجنينية القديمة الباطنة. مرتبط طبعا شوفوا هو مو بس كولون هو تم يعني الأغلب مع الكولون. شوفوا بيرتفع البروستات بس لما البروستات ما بيتابع CEA بيتابعوا BSA. إذن هذا أهم شيء إن البروستات BSA كولونه مستقيم CEA. ومع ذلك ما في شيء نوعي. حالات سليمة بارتفاع CEA. الالتهابات الهضمية القرحة الهضمية جاب أصابات خراجات بارتفاع CEA. لكن إذا أكثر ما يشتغل CEA في متابعة سرطان كولون مستقيم. تشخيص مو تشخيص. خلاص كلام واحد يعني. كلام عربي نعم. إذن لما يكون مرتفع بشدة قبل الجراحة طبعا هذا إنه هو عامل إنذاري. أي لما تبين خفض بعد العلاج هذا متابعة العلاج. بعدين بعد ما خلص العلاج متابعته مشان نشوف إنه هل في ارتفاع في احتمال نكس ولا لا. هذا أهم شيء. طيب الألفا فيتو بروتين كمان بروتين سكري ينتج بالجنين وتنقص مستوياته بعد الولادة. الألفا فيتو بروتين بقى بتشوفوه بمادة النسائية والحمل قد يمر معكم إنه هو من الاختبارات اللي يعملوها بالمستويات ببداية الحمل قد يقوم على بعض الأمراض الجنينية. بنفس الوقت هو له علاقة بالكبد. ارتفاعه عند البالغين يستخدم كواسم ورمي للكبد. إذا خلص مجرد كلمة واسم ورمي ما عاد في داعي يعني تفتحش يعني واسم ورمي. واسم يعني ورمي يعني غير نوعي. يعني مرتفع يرتفع بالورم وغير الورم. ولكن إذا ارتفع بالورم مثل ما نعرف الكبد ورم الكبد سرطان الكبد يفيدني كمشعر قبل العلاج بعد العلاج عشان نشوف إنه العلاج فاد ولا لا. والمتابعة مشان إذا في نكس ولا لا. والباقي هي أمثلة عبيوشوكم إنه ممكن يرتفع مو بس إنه تقول إذا ارتفع مع غير تشخيصي. عم نعيد ونقول الواسمات ورمية غير تشخيصية. ما بقول والله إذا ارتفع ألفا فيتوبروتين معناته أنت عندك سرطان كبد. ولا إذا ارتفع البي إس إيه معناته ما بحسن نقول إنه هذا عنده سرطان بروستات. ليست ما في واسم ورمي مشخص. وإنما هو مشعر. هذا أهم مسج من موضوع الواسمات الورمية. نفس الشيء CA15-3 اللي هو إلنا مرتبط بسرطان الثدي كمان بروتين سكري. ليس نوعي. ليس نوعي. ممكن يرتفع بأشياء أسباب كثيرة. هو ليس مشخص. ولكن كواسم ورمي يفيدني بحالات الثدي إنه إيش إذا كان مرتفع قبل العلاج. وأنا شخصت تشخيص الأورام كلها بالخزعة. كل الأورام عشان تتذكر نوع ميت نوتريك ميت لازم بالخزعة. التشخيص بالخزعة. تشخيص الأورام بالخزعة. الواسم الورمي مشعر. الواسم الورمي مشعر. قبل العلاج ممكن يكون الدور بالإنذار. بعد العلاج بيعطي فكرة إنه إذا نزل معناته العلاج كان له فائدة. طبعا أنا بعد ما شخصت المفروض التشخيص بالخزعة والمتابعة بقى بعد ما انتهى العلاج متابعة عشان إذا حالات حدوث لا سمح الله نكيس وما إلى ذلك. هلأ في كمان مشعرات غير ليست مشهورة اللي حكيناها هذا BSA CEA والسي والألفا فيتوبروتينين والسي 15-3 تبع الثدي. هدول الأشياء
في بالثدي كمان شيء بس هو أكثر شيء في الاندستري. هلأ في CA125 هذا واسم وروي للمبيض، كمان كلمة واسم وروي لأي سنوين، ولكن يستخدم ل يعني أورام المبيض كمواسم وروي، ويرتفع ارتفاعات حوضية وكيسات مبيض، إذن ليس نوعي. هاي تصبت عارفاني ثيروغلوبولين له علاقة إيش؟ سرطان الدرق. ثيروغلوبولين له علاقة واسم ورمي إلى سرطان الدرق. خلاص، إذن هدول الواسمات الورمية CEA BSA C19-9 CA125 المبيض C15-3 هدول عرفتوا شو معناته واسم ورمي. الموضوع صار وليست مشخصة، واسم ورمي ليست نوعية، تفيد كمشعر وتدل على العلاج، وقد المتابعة تعطي فكرة إذا في نفس فقط ليس مشخصة. طيب هلا هون كمان معرجينكم على أنواع العلاج، أنواع الخزعات للتأكيد على أن موضوع التشخيص هو بالخزعة، التشخيص بالنسيز لازم ميت نو ميت نو تريت. هلا الخزعة في شيء اسمه حكينا عليها وعبي في إعادة، موضوع الـ FMA Fine Needle Aspiration، هي بس مجرد عصورة لأنه هي إيش بالنيدل يعني إبرة، كأنه صاحب إبرة السنج العادي، سنج عادي بس يكون يعني مو سنج صغير كبير شوي، نفسه عم ياخذ هيك بس عصارة سهلة يعني آمنة نسبيا، إذا كان في عندي كتلة واضحة واحد شايف كتلة قدامه ممكن رأسا يسحب منها، أو ممكن يكون توجيه بالإيكو إما بجسم الواسع أو بالإيكو بالسي تي. طبعا لأنه هي هيك بسيطة وكذا، لو طلعت إيجابية بتأكد، إذا طلعت سلبية ما بتنفي. لازم تفهموا إنه إذا طلعت سلبية ما فيني أنفي، يعني شفت كتلة وعمل كلها FNA عم طلعت سلبية ما في ورم، بس أنت شايف قدام كتلة، هل تحسن تقول إنه هي ما لها سرطان؟ لا. ولكن لو عملت FNA شايف كتلة قدامك درق بالكذا واضحة وأخذت منها FNA Fine Needle Aspiration طلعت موجبة، خلاص انتهى الموضوع، طلعت عم تقول لك إنه طلع في خلايا سرطانية سمح الله خبيثة، ما عاد في داعي بقى تساوي شيء تاني لأنه تشخص شفت خلايا سرطانية، تساوي بقى التشخيص صار موجود بقى أي ستيجينج وتشوف العلاج شو بدك تساوي. أما إذا طلعت سلبية لا تنفي وجود خبث. طبعا ما بتعطي معلومات كتير عن النسيج لأنه هي إنه بس عصارة بسيطة، لأنه ليش طيب سلبية لا تنفي؟ لأنه بجوز أنت دخلت المكان غلط، انت عم بتنزل هذا حتى لو انت مفكر حالك انك داخل بالكتله، بس انت هذا ما فيك تاكد. اذا الاف ان اي طبعا غالبا بالكتل الواضحه كبد ثدي درق بيعملوا لها. هلا في شيء بسموه ابره لبيه، مثل ما شايفين الابره اللي عن هذا، مو هيك مو بس النيد العادي، مو بس السيرنج العادي، لا بسموه تروب كارت، شايفينها إلى هي إبرة خاصة لما يدخلوها شوفوا شلون بتدخل، بيكون في الليدر بيكون في الجايدر وبعدين يطلع منه مثل نايف، شايفين هي شكلها مثل السيرنج بس الرأس ليس مثل رأس السيرنج النيدل، رأسه شوفوا في نايف، شايفين نايف دخلوا هدول مع بعض بعدين تطلع النايف، لما تطلع النايف عملت قصت كت، عملت كت بالكتلة بعدين بيسحبون بيكون عملت ترو كت، كان اسمها هي إبرة لبية ترو كت. طبعا قطرة أكبر تدخل الورم تأخذ عمود، مو بس عطت عصارة، إذا عشان نفهمها FNA Fine Needle Aspiration أخذنا عصارة، الترو كت بناخذ عمود من الخلايا قطره على أقل 2 مليمتر، فحي صغير بس هو أنا عم باخد عمود من ذلك مصداقيتها أعلى من الـ FNA، تعتبر إذن
هي صحيح آمنة نسبيا، يعني سهلة نسبيا، قريبة بهذا الموضوع، هي قريبة على الـ FNA وإجراء بالجس المباشر لازم حسبي كتلة مشان يدخل فيها أو تحت الإيكو أو كذا، حساسية عالية تعطيني نسيج، يعني بتعطي معلومات أكثر من الـ FNA. بس طبعا إلى سلبيات إنه ممكن كمان لأنه عيدخلكم دخل مكان غلط، وأيضا نفس الشيء في حالات سلبية كاذبة. صحيح حساسيته أعلى من الـ FNA بس نفس الكلام، لو طلعت إيجابية انتهى الموضوع، بس لو طلعت سلبية كمان لا نستطيع أنه ننفي نفيا قاطعا أنه في عنا طباس. هلأ حكينا FNA، حكينا توكات، هلأ الأوبين بايوبسي. أوبين بايوبسي يعني جراحة، يعني الأوبين فتحت، يعني مو عاد أنا من برا. يعني إذا تخيلين الموضوع أنه أنا كتلة مثلا مثل عم ناخده مثلاً مثلا كتلة درق أو كتلة ثدي، هي تحت الجلد حاسس، يعني من تحت طبقات الجلد حاسس كتلة وعم يدخل فيها، يعني بلايند بمعنى آخر بلايند، أو حتى لو شايفها بالإيكو. أما أوبن لا، فتح الجلد ودخل تحت الجلد لحتى وصل للكتلة بحد ذاتها، وبياخد منها بقى رشيف نسيجي اسمه أوبن بايوبسي. ولكن تقولي ليش ما عم نساويه على طول؟ لأنه أنت عمليا جراحة فتحت، فشي طبيعي نحن دائما نحاول نكون less invasive، لأنه منخلي الفتح والجراحة لوقت قرار الجراحة، لأنه في قاعدة بتقول إن العمل الجراحي الأول هو الأفضل للمريض. للمريض معنى إنه لازم يقوم الجراح بما يجب أن يقوم به. شو يعني هذا الكلام؟ يعني مثلا لو كنت، يعني لو واحد هيك ما له هو أخصائي أورام، جراح بس هو أخصائي أورام، إجيته هيك كتلة قال يلا طب خلينا نفتح نشوف شو بيصير معنا، فتح والله هيك لقى والله شكله هيك كأنه ورم خبيث، آمي اللي بيحسن يقيمه وقال ما في مش نبعتها التحليل، إذا طلعت خبيث بعدين بنبعتها للأورام، برد بيفتحها مرة تانية وبيقيم إيه، ويلا نحن ما نكون ضرينا للمريض أو ضرينا المريضة. يقولوا لا كيف ما ضريت، أنت ضريت، ما بيصير هذا الكلام، لأنه العمل الجراحة الأولى هي الأنجع. هلا لأنه مجرد العمل الجراحي لما تم وما استؤصل الذي يجب استئصاله له تأثيرات غير تأثيرات على كعمل جراحي، وتعرض لأكثر عمل جراحي قد يكون هو بحد ذاته عامل انتشار للورم وخروجه عن السيطرة. إذن دائما العمل الأول هو الأفضل، ومن هون بيجي إنه بدهن نحن بما إن ساعتنا مرحلة التشخيص، يعني الأحسن إنه يكون التشخيص من دون ما نفتح ويصير جزء من الجراحة. إذن هي أوبن بايوبسي. قزعة استئصالية يعني هي أبستأصل أنا بقى، يعني قزعة استئصالية طبعا إنه ما مشي حال التروكات، ما مشي حال FNA، ما في يعني معناتها هن شايفين كتلة، مثلا واحد عنده كتلة واضح انه كتلة محدودة صوروها او كذا، يعني هي كتلة محدودة خلاص حيدخلوا ويقيموها كلها فرد مرة ويبعتوها على التحليل النسيج. طبعا هذا دخلنا بجراحة تحتاج تخدير. كمان في شيء اسمه خزعة شقية او اسفيني انسيجنال بيوبسي، الافات الكبيرة كتير بدون ياخذوا منها جزء كذا. كمان هاي قرار، فاكرين هاي كمان موضوع موسى التقرير انه شو بناخد FNA ولا توكات ولا open biopsy ولا incisional biopsy، ولا كمان هذا القرار بيلعب دور على حسب تقييم المريض، حالة المريض، استجابة المريض، توقع الانذار، صورة سي تي. إذن كمان قرار مسهل، بس انتو كطبيب عام انه يعرف شو الفرق بين هاي الاشياء كلها. كمان عم يعيدوا مراجعة إنه الجراحة
إن جراحة بالأورام ممكن تكون بقصد الشفاء، ممكن تكون لتلطيفية للأعراض إذا ما طب ما بي مو متوقع إنه تشفي، ولكن مثل ما إنه قد تكون عاملة أعراض ميكانيكيا، عاملة انسداد، عاملة نزيف، لازم أعمل جراحة مشان أحسن الوضع الحياتي للمريض، ممكن وقائي. هلا شفت مرمى عشان بيه إذا واحد عنده بي إر سي إيه، وين ممكن يستأصلوا للثدي وقائيا، تصنيعي إذا مثلا كمان تصنيع بالثدي، تصنيع باستئصال كله، في إلها كمان عمليات تجميلية. طبعا الجراح دائما إنه نحاول إنه تكون دائما قصد الشفاء، مو دائما إذا في انتقالات معناتها مو ممكن إنه تعمل الجراح بقصد الشفاء. إن هي أمور كلها معقدة، قرار فيها بيختلف من مريض للتاني. طبعا اللمفوما حكينا إنه ليست من مثل الرئة، ليست بشكل أكثر حتى من الرئة، اللمفوما ليست من الأورام التي تعالج بالجراحة. هي إن المعالجة التلطيفية تحسين نوعية لتخفيف الألم، إذا في عندي تقرح، في نزيف، في انضغاط، في انسقاط، في انسداد، الجراحة التلطيفية هي اللي ممكن يعملوها. الرديفة طبعا بعد مع الشعاع، إلا الجراحة في شعاعي وفي كيماوي وفي قبل وفي بعد، كمان من إن الموضوع على القرار يكون قرار مشترك وعلى حسب الحالة. العقد اللمفاوية إلنا حكينا، ولما كنا حكينا على سرطان الثدي، عادة استئصال العقد اللمفاوية جزء من استئصال الجراحي، لأنه اللمف بتطلع خلايا ورمية مع اللمف ومع الدم، وإلنا طلع شيء اسمه العقد الحارس مشان ما يصير تجريف كامل وله تأثيراته السلبية، إنه بيعملوا في أساليب للتصوير. بكمان هون يعني طبيب العام يعرف عنا فكرة عامة إنه في شيء اسمه تصوير بيعملوه مشان يعرفوا شو هي العقد الحارسة، يعني شو هي أول عقدة بينزح إليها اللمف من هذا الورم، وبالتالي بكفي يشوفوها بياخدوها. إذا كانت موجبة ساعتها بيستأصلوا التجريف، إذا كانت سلبية معناتها ما في شيء بعدها، هيك المفروض يعني. طبعا هذا بيحتاج خبرة، وبيختلف من ورم لآخر من نقطة، وإن الخلاف في سرطان الثدي بالذات يعني قديش الأورام يختلف عليها. لسه أورام الثدي بالذات يعني بالاجتماعات ومجالس الأورام دائما بيكون خلاف على، يعني يكاد يجوز طبيبين ما يتفقوا على نفس الطريقة. موضوع معقد، نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة، وعم نحكي على أورام لا إن إلى الآن لا أحد يعرف السبب وإن أو عوامل خطورة، وإذا كل ما هنالك إنه يعني هي أمور من التجربة والتقدير وغلبة الظن. طبعا ممكن الجراحة حتى للنقائل ممكن يعملوا الجراحة. في شيء اسمه حالات إسعافية بالورام، في شيء اسمه مثل لما يصير انضغاط، لما يكون الكتلة قريبة على الوريد الأجوف العلوي تضغط الوريد الأجوف، ممكن تضغط الحبل الشوكي، ممكن تعمل شلل، فرط كلس الدم، مثل حالات النقايا العظمية، تقصر دي آي سي لما يكون يأثر نزيف أو شيء يستهلك يعمل تقصر داخل الأوعية منتشر، هي كمان تعتبر حالات إسعافية بحالات الأورام. تعرف الوريد الأجوف الجراحة يعني هو مصاب نهاية دورة رأس ونقو زراعين باللمفومات سرطان دي أب، يعني بيصير ضغط عليه، عندي زلة، سعال، وزمة، تورم، توسع، هذا طبعا بده موضوع إسعافي لعلاج سواء كيماوي أو شعاعي، أو أحيانا بيستخدم الكورتيزون بعض الأدوية. انضغاط الحبل الشوكي نفس الشيء لأنه ممكن يعمل شلل، وعادة بالرنين المغناطيسي بيكتشفوا موضوع هذا، ممكن يعني أحيانا يحتاج يعملوا الجراحة لتحرير الضغط أو أشعة، وكمان الكورتيزون بيكون له دور. فرط الكلس إن النقاية العظمية هي المتهم،
ولم يقل تعدي بالثدي، هي لطيف البروستات انها بتحب الاشياء بالعظام. ولازم طبعا قيمها كافيه مشان موضوع فرط الكلس. الدي اي سي هذا لما يصير عندي استهلاك لعوامل التكسر والصفيحات يسموه تكسر منتج داخل الاوعيه، يصير المريض دائم حنسيه، اي شيء بينزف كله بينزف بيصير مهدد للحياه، خصوصا باورام الهضميه بروستات الغدات وانتانات شديده، خصوصا الغدد النقوي الحاد بيعمل لي او شلون هذا بيعرفوا شو تتصاور الزمن بروثروبين بي تي والبي تي تي ونقص على صفحات تقصي الوجين، وهون بيصير بده تعويض صفحات ممكن تكون اقل 10,000 على السبب اذا موجود، اذا في انتان، اذا في شيء نقل دم على حسب اذا الخضاب نقل صفيحات نقل بلازما والتعويض ب العوامل التخسر. طبعا اللي بيشتغلوا بالكيمياء كيماو ان هذول مواد سامه ما بصير التعامل معها بشكل بسيط، انه مثلا تلاقي دواء ثاني ممكن هذا لو صار تسريب لو صار شيء ممكن ياثر على الممارس الصحي اللي عم بيؤدي هذا الامر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نسأل الله أن يكون أخذت فكرة عامة بأمور خطوط عريضة على علم أورام، إن علم أورام هذا عم اختصاص بحد ذاته، واختصاص ليس اختصاص سهل، من الاختصاصات المعقدة الصعبة الطويلة 5 سنوات، ويعني بأحسن الأحوال و وفيها اختصاصات فرعية وأمور متداخلة متشابكة. نرجع نقول عم نحكي نحن على أمور إلى الآن لم يعرف سببها المباشر، وبالتالي عم بيشتغلوا على إفراد وإفتراض وصرف مع الزمن. مهم إن للطبيب العام كسيف فيزيشن إنه يعرف معلومات مبدئية أساسية خطوط عريضة، محا يعني نبالغ ونقول انه هو والله بده يكون مطالب بتفاصيل وعلاجات وامور. نحن بنعرف ان الاخصائيين هم اصلا يحاروا بالامر. نسال الله ينفعكم وينفع بكم، نسال تكونوا افدتم. اذا في احد عنده سؤال يتفضل. نعم. الله يجزيك الخير دكتور، يعطيك العافية يا رب. وإياكم بارك الله بكم. دكتورنا بس بعد إذنك مشان امتحان عدد الأسئلة اعتمدت شيء ولا لسه ما اعتمدت تقريبا، يعني هيك بشكل تقريبي. انتوا في تواصل مع الدكتور عمر؟ ايه دكتورنا ايه متواصل معنا. ايه في الكون شيء؟ لا هلا مدرس كل ماده مخبرنا، هلا نحن خلصنا 3 مقررات 3 مواد والدكاتره كلهم قالوا لنا مثلا في شيء 70 سؤال في 50 بس يعني هيك قالوا لنا، ونمط الاسئله كمان قالوا لنا عليه. شلون يعني نمط الاسئله؟ اختار إجابة صحيحة أتمتة، يعني كل ما قالوا لنا شو نموذج مثلا الخيارات 4 خيارات 5 خيارات كل ما يلي صحيح ما عدا إجابة واحدة كانت. هلا انتو أسئلتكم كلها أتمتة صح؟ ما عندكم أسئلة غير أتمتة؟ اي دكتورنا اي كلها يعتها أتمتة. خلص معناتها أتمتة متفقين على أتمتة ان شاء الله. بس عدد الاسئله مع انه العلامه 100 وما لا الماده ما لا عملي، فكم سؤال؟ واربع خيارات مو 5 تمام؟ ايه تمام دكتور، انا بالغلط 5 بس 4 خيارات. نعم 4 خيارات، وغالبا هن حيكونوا 50 سؤال تقريبا. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم ويبارك فيكم. تمام
دكتورنا بس بعد اذنك، هيك محاضره الليمفوما كان فيها كثير مثلا بالانجليزي، هذه مطلوبه مننا ولا مثل ما مثلا انت مريت عليهم او ما دقي عليهم؟ بس السؤال بعد اذنك. انتوا بيجيكم اسئله بالانجليزي؟ لا دكتورنا لا. ايه خلاص، يعني لو يعني هذا شيء للمستقبل، لو قرروكم بزمان، ولما درسنا الطب باخر السنوات قرروا لنا 10% من الأسئلة تكون بالإنجليزي مشان يعني من اللغة. ساعتها لما يقرروا لكم يا إن شاء الله إذا لحقتوا بنجيب لكم الأسئلة بالإنجليزي، أما هلا خلاص ما في أسئلة. الله يجزيك الخير يا رب. وإياكم كمان في أسئلة. بس بعد إذنك، إذا مثلا قبل مادة الأورام، هلأ اليوم البرنامج موجود معنا، إذا قبل مادة الأورام مثلا بيومين ثلاثة إذا عملنا نظمنا جلسة معك، ممكن مثلا تعطينا هيك جلسة إذا كان في عنا أسئلة مثلا أو لا؟ إيه ممكن بالتنسيق، ما في مشكلة إن شاء الله. دكتورنا الله يعطيك ألف عافية يا رب. ويعافيكم، نتمنى لكم التوفيق. هلأ أنتوا تحدد الامتحان يوم البرنامج كأنه نزل، ما هي؟ يا لحظة حقين بس عم شوف أنه يوم بالضبط، يعني شفت يوم 9/2 أو هيك شيء. أي حكيم 9/2 بالضبط. تمام، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح والفلاح بالدنيا والآخرة. الله يسلمك دكتورنا ويزيك عنا كل خير يا رب. بارك الله بكم، نستودعكم الله ونراكم على خير. خير من استودعت دكتورنا، وانت من أهل الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.